صباح الخير، صباح النور، صباح جديد على شاشة الصحة وجمال، صباح لمة الأسبوع. لمة الأسبوع هتبقى السبت من كل أسبوع هنناقش فيها كل القضايا في كل التخصصات. بس خلونا في الأول كده نتكلم على الحلقة النهاردة. الحلقة هتكون مفيدة جدا جدا، هنتكلم عن الاقتصاد، وده طبعا مش عشان دكتور محمد عبد العزيز دكتور في الاقتصاد خالص، يعني ده عشان الاقتصاد دلوقتي بقى هو عصب الحياة، ولو ركزنا شوية هنلاقي ان هو السبب الحقيقي ورا كل الصراعات السياسية اللي موجودة دلوقتي على مستوى العالم كله، وده بيكون اكيد بهدف، والهدف بيكون المنافسة التجارية والاستحواذ على الأسواق، وكمان بيبقوا عايزين يسيطروا على مصادر النفط وطرق التجارة البحرية العالمية. عشان كده احنا قررنا النهاردة ان احنا هنتكلم عن الاقتصاد في الحلقة، هتكون حلقة اقتصادية، هنوصل المعلومة ببساطة جدا لكل الناس. صح ولا ما شاء الله، انت اللي بقيتي مهتمه بالاقتصاد. انا بقى مش هتكلم في الاقتصاد بعد عشان كده، حضرتك بقى مش هتكلم. لا حضرتك ايه بقى ودكتور ايه بقى، انا مش هتكلم في الاقتصاد خلاص، بعد كده انت اللي هتمسكي الملف ده. لا لا انا متعلمه من حضرتك والله. العفو على ايه. برضو انت ما شاء الله عليكي، برضو في حاجات كده في وشوشه و انا حابه اشكر استاذ امير الهواري جدا جدا على دعوته ليا امبارح في حفل الافضل 2019 بوشوشه. بجد التنظيم كان هايل جدا، وشكرا بجد، انا انبسطت جدا هناك. وحفل المجله بتاعت وشوشه لتقييمات السنه كلها للمذيعين والفنانين، وبيعملوا مجهود رائع لدعم الفن والمجال في الوسط الفني والميديا عموما. النهارده الحلقه اقتصاديه زي ما قالت الخبيره الاقتصاديه استاذه اميره. لا مش قوي كده. ومعانا ان شاء الله باذن الله في بدايه الحلقه مداخله تليفونيه مع استاذ ريمون نبيل، خبير اقتصادي و عضو في الجمعية المصرية للتحليل الفني للبورصة، هيكلمنا عن البورصة. وبعد الفاصل هيكون معانا في الاستوديو ان شاء الله استاذ دكتور محمد ابراهيم راشد، استاذ دكتور في جامعة بني سويف كلية السياسة والاقتصاد هناك، هيكلمنا بقى عن مبادرة الصناعة، وهيكلمنا عن تجديد السيد طارق عامر محافظة البنك المركزي فترة قادمة ان شاء الله. معانا المداخلة الأولى. استاذ ريمون تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك استاذ المشاهدين. ازاي حضرتك استاذ ريمون؟ الحمد لله يا فندم. ممكن حضرتك تقول لنا توقعات حضرتك للبورصه في بدايه السنه الجديده 2020؟ ان شاء الله عليا، بس هنوضح للمشاهدين ما حدث في 2019 عشان نبقى عارفين اللي ممكن يحصل في 2020 كمؤشرات بورصه او حركه اسعار الاسهم وقطاعات الافضل ان شاء الله في 2020. يمكن 2019 من السنين اللي خلال اخر 9 سنوات او خلال اخر 8 سنوات بالتحديد، كان يمكن الأسوأ، الاقل سيوله، الاقل حركه للاسعار، الاطول في عدد جلسات الهبوط. يمكن احنا اخر 23 جلسه نزلنا حوالي 19 جلسه واتحركنا بطريقه عرضيه جلسه واحده وصعدنا 3 جلسات، وده نسبه ما اتحققتش يمكن من بدايه 2018. السنوات الماضيه كانت اقوى سنه للبورصه اللي هي سنه التعويم، اللي هو في نوفمبر 2016 كان افضل اداء الى نهايه 2017. الفتره الحاليه يمكن احنا عندنا نتائج في الاقتصاد الكلي او الموازنه العامه للدوله افضل من اكثر من 20 سنه فاتت، لكن ده لسه ما انعكس على اداء البورصه الى وقتنا هذا، ويمكن ده بيرجع لبعض الاسباب اللي هي يمكن ضعف القوى الاستثماريه للافراد بشكل عام، فما فيش ضخ سيوله جديده في السوق الفتره الاخيره، ويمكن ده اللي عامل شح السيوله اللي موجود خلال 2019 في البورصه المصريه. احنا بنتحرك دلوقتي في اتجاه عرضي من بدايه 2019 الى الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ما بين منطقه 13000 ومنطقه 15300 المؤشر الرئيسي للبورصه، وما زلنا احنا قريبين من الحد الادنى من الاتجاه اللي احنا بنتكلم عليه ده. المتوقع الى الان ان احنا في الربع الاول من 2020 هنستطيع اختراق الاتجاه العرضي الموجود في الوقت الحالي لاعلى، هيظهر سيوله. يمكن الاسباب اللي ممكن تظهر احنا الى الوقت الحالي مش عارفين السبب الاول هيكون ايه، هل هيكون طروحات، هل هيكون تخفيض متتالي في الفايده وان كان ده متوقع، لكن احنا شايفين ان احنا قرب مناطق ممكن تكون تكوين مراكز للمضارب على الاقل طالما المؤشر بيتحرك فوق ال 13000. اعتقد ان احنا ممكن ننهي الشهر الحالي او الكام جلسه الباقيين في سنه 2019 بأداء أفضل من النص الأول اللي بدينا فيه شهر ديسمبر. هيكون في بعض الصعود في الأسبوع الأخير، عندنا يمكن بعض المحفزات اللي ممكن تظهر سواء تخفيض متتالي تالي للفايدة، يمكن احنا حصل 3 اجتماعات فيهم تخفيض في 2019 بنسبة تتراوح يمكن من 3
0.5%، ومتوقعين خلال 2020 في النص الاول ان انا هنزل من 100 نقطه اساس ل 200 نقطه اساس مره اخرى في الفايده، في ظل التضخم اللي موجود حاليا اللي هو اقل مستوى تضخم منذ 2005، ونجحت الحكومه بشكل عام في الاقتصاد العام للموازنه العامه انها تقدر توصل بالتضخم للمرحله الحاليه. اعتقد ده هينعكس بشكل كبير جدا على البورصه في 2020. الربع الاول هشوف حركه ايجابيه، متوقع ان انا ممكن اوصل لمناطق ال 14500 او 15300 خلال الربع الاول من 2020. هنتكلم على بعدين مستهدفات صعوديه زي ما قلت لحضراتكم، لو قدرت اخترق مناطق ال 15300 اللي ممكن يلغي السيناريو ده لو انا اخترقت مناطق ال 13000 الاسفل واستمريت اسفلها اكثر من اسبوع في عدد جلسات التداول مثلا. لكن احنا يمكن هنقول النسبة الأكبر متوقعين إن شاء الله إن إحنا نقدر نتحرك من هنا حركة إيجابية. تحياتي ليك أستاذ ريمون، وأنا بشكرك على التحليل ده، بس في إيجاز كده أنا عايز بس أستسمح من حضرتك موضوع شائك والناس كلها خايفة تتكلم منه، موضوع شورت سيلينج. حضرتك بتتوقع مع بداية 2020، ويا ريت برضو تكلمنا بالنسبة لشركات الخدمة المدنية تبع القوات المسلحة لما هتنزل إن شاء الله، حضرتك متوقع البورصة هيبقى أداها إيه؟ طب هنتكلم، يمكن هنحاول ابسط للمستثمر او المشاهد موضوع الشورت سيلينج. هو الشورت سيلينج دي اليه بنستخدمها علشان نعمل للحد من الهبوط في اوقات الازمات او في اوقات اللي فيها ضغط بيعي بكثافه، ومستخدمه في اغلب البورصات العالميه. احنا يمكن دلوقتي احنا هنستخدمها في البورصه المصريه عن طريق ان هيكون عندي طرف مقرض للاسهم وطرف بيقترض الاسهم. الطرف المقرض هيخرج الاسهم دي مقابل هياخد عائد في صوره فايده، الطرف اللي هيقترض الاسهم هيقترضها بغرض فتح مراكز بيعيه علشان يرجع تاني يقفل المراكز دي ويحقق لنفسه ربح. طبعا ده هيعمل في اوقات الهبوط اوقات الضغط البيعي التوازن، لما هيحصل اقتراض بالاسهم دي وهيحصل ضغط بيع فيها وهيرجع يرتد علشان لازم يقفل المراكز دي في مقابل ان هو هيحط 50% فلوس او ما يعادلها من اسهم في ضمانه شركه التداول اللي بتضمن عمليه الشورت سيلنج اللي هتحصل. فده هيخلق في عمليات الهبوط المتداولي بعض القوه الشرائيه مره اخرى اللي هي هترجع تقفل بيها مراكز الشورت سيلنج. يمكن ده بصوره مبسطه انا شايف ان الى الوقت ده لسه ما اتفعلش بشكل عام ولسه ما تروجش للمستثمرين بالشكل اللي يفهموه كويس، لكن مع مرور الوقت اعتقد انها هتكون اليه اكثر فعاليه في 2020، هتكون اليه ايجابيه. بالنسبه للطروحات اللي هتكون موجوده، طبعا اي طروحات هتبقى يعني تمتد للقوات المسلحه. انا في اعتقاد الشخص انه هيكون على الاقل ناجح جدا في جذب شريحه جديده من المستثمرين، لان في ثقه كبيره جدا من المستثمرين في شركات القوات المسلحه. في القوات المسلحه بوضع عام اغلب الشركات الموجوده اللي لها يمكن دلوقتي اتكلمنا عليها بس لسه ما فيش الاكيد هنبدا بيه، اغلبها الموازنات بتاعتها عاليه جدا وبتحقق مكاسب كويسه. القطاعات اللي ممكن اشوفها افضل بجانب الطروحات اللي ممكن تحصل خلال 2020 هيكون القطاع العقاري والقطاع الصناعي. ويمكن احنا اكيد عرفنا ان في مبادره لتمويل القطاع العقاري من البنك المركزي وتمويل القطاع الصناعي. القطاع العقاري لحد كبير حصل فيه ركود اخر 3 شهور، او نقول حاله هدوء او فجوه سعريه بين البائع والشاري، ففي عزوف عن الشراء. لكن مع التمويل اللي ممكن يحصل وخصوصا بعض الشروط، لان التمويل اللي جاي في منطقه الشقه اللي هي متوسطه اللي ليها بعض الشروط تقريبا 150 متر والكلام ده، فده هيعمل قوه شرائيه او هيظهر زياده في الطلب مره اخرى لشريحه كبيره من القطاع العقاري. ده هينعكس على موازنات الشركات العقاريه بشكل عام 2020، وطبعا بعض الشركات دي مدرجه في البورصه فهيكون ليها رد ايجابي في الموازنات اللي جايه على الاقل في النص الاول من 2020. وطبعا القطاع الصناعي هيكون فيه مبادره اتكلموا عليها في البنك المركزي او اعلنت تماما في البنك المركزي، دي هتاهل تاني القطاع الصناعي الى تحريك المياه الراكده، فممكن الى حد ما يكون في بعض الحركه. القطاع الثالث اللي هيكون كويس جدا ان شاء الله في 2020 هيكون القطاع السياحي. انا شايف دول ال3 قطاعات اللي هيكون فيهم الحركه بجانب القطاع القائد اللي هو موجود دايما في البورصه المصريه، القطاع للبنوك اللي بيتمثل يمكن بنسبه كبيره في 3 4 اسهم موجوده مدرجه للبنوك. تخفيض الفائده اللي هيحصل مره اخرى هيزود الشهيه على الاقتراض تاني، ده هيرفع من دخل البنوك، هيزود الاقراض للمشاريع، هيزود الاقراض الاستثماري، فده كله هيعمل رواج مره اخرى لقطاع البنوك. في النهاية أنا بشكر حضرتك، وإن شاء الله على أمل تكون متواجد معانا بقى في بداية 2020، ويكون حديث إن شاء الله على أرض الواقع، ويكون فعلا تحسن بقى ملموس
في تحسن ان شاء الله ونمو وتطور البورصه باذن الله. شكرا لحضرتك. باذن الله. دايما كانت السنتين اللي فاتوا المؤشرات بتتحسن في الاقتصاد في كل المؤشرات، لكن اداء البورصه كان للاسف ضعيف جدا. مع بدايه تطبيق اليه الشورت سيلينج ومع ان شاء الله الاطروحات اللي هتبقى في بدايه 2020 سواء القوات المسلحه جهاز مشروعات الخدمه العامه او غيره، ان شاء الله هيبقى في دفع قويه وان شاء الله هيبقى في تحسن في البورصه، وفي النهايه البورصه اداه للتمويل والاستثمار ومرآه للاقتصاد ككل. ان شاء الله معانا فاصل دلوقتي ونرجع بعد كده مع استاذ دكتور محمد راشد استاذ بجامعه بني سويف كليه سياسه واقتصاد، والحديث هنستكمل الحلقه في موضوعات اقتصاديه مهمه، اوعوا تروحوا في اي حته. فاصل. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ويلا بينا بقى نرحب بدكتور محمد. حضرتك منورنا النهارده بجد. ده نور حضراتكم ونور الساده المشاهدين طبعا. تحياتي ليك دكتور محمد ابراهيم راشد استاذ دكتور الاقتصاد بجامعه بني سويف كليه سياسه واقتصاد. الحلقه اقتصاديه وانا عارف اسلوب حضرتك مميز وبسيط وسلس، هتقدر توصل معلومة للسادة المشاهدين إن شاء الله. نبتدي كده الأسئلة. ماشي. حضرتك إزاي شفت قرار التجديد للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؟ الحقيقة التجديد للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بين القرارات الموفقة جدا اللي قام بها سيادة الرئيس في الفترة الأخيرة نتيجة للإنجازات اللي عملها السيد طارق عامر في سوق الصرف تحديدا يعني. وطبعا لما نتكلم عن سوق الصرف لازم نتكلم قبل ما نعوم الجنيه المصري، يا ترى كان وضع الجنيه ايه؟ طبعا كان في ازمه ثقه كبيره جدا، حاله من عدم اليقين داخل سوق الصرف في مصر، وبالتالي كان هناك قفزات كبيره في قيمه العملات الصعبه قدام الجنيه المصري، يعني الجنيه المصري كان عمال يتهاوى من 12 جنيه قدام الدولار ثم 13 ثم 18، وطبعا لو كنا سيبنا له المجال كان هيبقى 25 30 40، لان خلاص احنا وصلنا لعدم ثقه، كل واحد معاه عملة صعبة مش عايز يغيرها، بيتوقع ان بكره في سعر اعلى، وبالتالي كان لابد من التدخل بمشرط جراح لمعالجة هذه المشكلة من جذورها. وطبعا هذا القرار، القرار الخاص بتعويم سعر الصرف كان محتاج مساندة سياسية بالاساس قبل ما يكون قرار اقتصادي، هو قرار سياسي، ولولا دعم القيادة السياسية في اتخاذ هذا القرار ما كان تم اتخاذ هذا القرار، لانه فعلا قرار جريء جدا في إصرار من القيادة السياسية على إصلاح سوق الصرف وإصلاح المشكلات بشكل جذري، وده منهج سيادة الرئيس دايما إن حل المشكلة بشكل جذري من أساسه. أيضا في بعض الحاجات اللي عملها سيادة طارق عامر مهمة جدا في السيطرة على التضخم في الفترة الأخيرة، وشفنا إزاي إن وصل معدل التضخم من 34% في يونيو 2017 ووصل حتى آخر شهر إلى حوالي 2.4% الشهر اللي فات. وأيضا في ملف مهم جدا حقق فيه نجاحات وهو قانون البنك المركزي. هناك قانون جديد للبنك المركزي أعده تم إعداده مؤخرا. هذا القانون يهدف إلى وجود قطاع مصرفي قوي وعلى الطراز العالمي من خلال تضعيم القواعد الرأسمالية للبنوك، يعني أحد المواد بتشير إلى ضرورة رفع رأس مال البنك من 0.5 مليار إلى 5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع رأس مال البنوك الأجنبية من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار. تمام. طيب حضرتك شفت دور البنك المركزي في استقرار سعر صرف الجنيه، يعني ده بيبقى مقابل الدولار في الأربع سنين الأخيرة إزاي؟ الحقيقة كان في إدارة حكيمة جدا من جانب البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية في إدارة سوق الصرف، وهذه الإدارة نجحت بامتياز في إعادة الانضباط والاستقرار لسوق الصرف. يعني من ضمن الحاجات اللي اتعملت إن مع قرار التعويم اللي اتخذ في 3 نوفمبر 2016 تم رفع سعر الفايدة إلى 20%. وكان الهدف الرئيسي من رفع سعر الفايدة إلى هذا المعدل إن أنا أشجع الناس إنها تحول فلوسها من عملات صعبة سواء دولار أو يورو إلى جنيه مصري، بحيث إن هم يستفيدوا من الودائع اللي بالجنيه المصري وياخدوا عليها سعر فايدة 20%. كمان رفع سعر الفايدة ده أدى إلى اجتذاب عدد كبير جدا من المستثمرين الأجانب إنهم يستثمروا في أذون الخزانة المصرية، وبلغت حجم استثماراتهم أكثر من 20 مليار دولار، وده ساهم بشكل كبير جدا في استقرار سوق الصرف وفي زيادة الاحتياطات الدولية المصرية اللي تعدى حجمها دلوقتي 45 مليار دولار بما يعادل 8 شهور واردات. يعني احنا دايما لما بنيجي نقيس كده
قدرة الاحتياط الدولي على تغطية الواردات، بنقول والله الحد الأدنى 3 شهور وحد الأمان 6 شهور. فإحنا دلوقتي حجم الاحتياطات الدولية بتغطي أكثر من 8 شهور حتى الآن، وده بالتالي إحنا كمان عدينا حد الأمان. طيب إيه هي العوامل اللي خلت سعر صرف الجنيه مستقر؟ والله وفي عوامل كتيرة جدا، طبعا من أبرزها زي ما قلت القرار الأخير اللي خده البنك المركزي مع التعويم، اللي رفع سعر الفايدة بتاعت الجنيه 20%، ودي جذبت كتير جدا من الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى أن القطاعات المولدة للنقد الأجنبي اشتغلت بشكل كويس جدا. يعني أنا برضو يعني زي ما بنشيد بالبنك المركزي وإدارته الحكيمة في إعادة الانضباط والاستقرار لسوق الصرف، ما ينفعش أن احنا نغفل دور قطاعات تانية ووزارات تانية قامت بدور مهم جدا في عودة الاستقرار لسوق الصرف، زي قطاع الصادرات. الصادرات حصل فيها نمو كويس جدا الفترة الأخيرة، وصل حجم الصادرات إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 7%، وبنستهدف السنة دي أن احنا نحقق معدل نمو 20%. أيضا على مستوى الواردات، مستوى الواردات بدأ يحصل بعض التراجع في الواردات، وده جزء منه أو أحد الأسباب اللي أدت إلى تراجع الواردات، إن إحنا في الجزء الخاص بالغاز كنا بنستورد بحوالي 2 مليار دولار سنويا، فأنا لما حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ال 2 مليار دولار دول اتوفروا عندي، فده طبعا ساهم بشكل كبير جدا في خفض الواردات. أيضا قطاع السياحة، لو جيت أبص على قطاع السياحة ألاقي قطاع السياحة حقق لأول مرة إيرادات تفاقت الإيرادات اللي تحققت في 2010، اللي احنا دايما بنقيس عليه باعتبار ان 2010 ده كان اعلى معدل ايرادات للقطاع السياحي. السنه اللي فاتت تجاوزنا هذا الرقم بحوالي 12.6 مليار دولار. ايضا تحويلات العاملين في الخارج، تحويلات العاملين في الخارج بلغت العام الماضي حوالي 26 مليار دولار في قفزه غير مسبوقه، ساهمت بشكل كبير جدا في استقرار سوق الصرف وفي تحسن الجنيه المصري، وخلت كل هذه المؤشرات خلت قيمة الجنيه تتحسن قصاد الدولار من 18 إلى حوالي 16 جنيه. طيب هل في عوامل تانية ساعدت على تراجع التضخم واستقرار لسعر الصرف في الجنيه؟ طبعا في عوامل كتير جدا ساهمت في استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، من أهمها التحسن اللي حصل في قيمة الجنيه دلوقتي، لأن الاقتصاد كله مرتبط ببعضه بسلسلة، فلما حصل تحسن في قيمة الجنيه، هذا التحسن في قيمة الجنيه أثر بشكل إيجابي مهم جدا على معدل التضخم. أيضا من ضمن العوامل التانية اللي أثرت في معدل التضخم هو اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية شديدة الصرامة. ما هنا دلوقتي لما برفع سعر الفايدة في البنوك ده معناه إيه؟ معناه إن أنا بعمل حاجتين أساسيتين. أولا بالنسبة للمستهلكين بشجع المستهلك على انه يحوش اكتر ما يستهلك، وبالتالي لو واحد معاه فلوس وشاف ان سعر الفايده لما كان 20 و17 و15 ده هيشجعه اكتر انه يحوش ويحط فلوس في البنك اكتر ما يستهلك، فيقلل الطلب على السلع، وطبعا لما قلل الطلب على السلع ده معناه تراجع، يحصل تراجع في الاسعار، يبقى كده انا ضمنت ان يحصل انخفاض في الطلب على السلع الاستهلاكيه. ومن ناحيه ثانيه سعر الفايده العالي في البنك بيقلل الطلب على الاستثمار او على السلع الاستثماريه. طبعا واحد هيقول لي طب ما هو انت دلوقتي لما تحط سعر فايده عالي وتقلل السلع الاستثماريه، طب ما هو ده هيكون له تاثير سلبي على الاستثمار وعلى فرص العمل. اقول له ده صحيح، لكن احنا في السياسه الاقتصاديه ما بنقدرش نحقق كل الاهداف مره واحده، باجي في فتره معينه بدي الاولويه لهدف اقتصادي معين هو اللي بديله الاولويه على حساب اهداف اخرى. ففي هذه الفترة أنا هدف البنك المركزي الرئيسي السيطرة على التضخم، لأن التضخم بيأثر على القطاع العريض من الشعب المصري، وده اللي بيأثر بشكل كبير على مستوى المعيشة بتاعتهم. لكن في المقابل الدولة تعاملت مع هذا الموقف إزاي؟ كان في توسع في المقابل في المشروعات القومية، لأنها كانت عارفة إن هيبقى في بعض التراجع من استثمارات القطاع الخاص نتيجة ارتفاع سعر الفايدة. بحيي حضرتك وانا سعيد بالكلام ده، وسعيد ان ميرا هي اللي بتسال الاسئله الاقتصاديه دي، وان شاء الله كده هفضل وراها لغايه ما تبقى خبير اقتصادي. اكيد هناخد فاصل ونرجع ومعانا صور ان شاء الله ونكمل الاسئله باذن الله.
دكتور محمد ابراهيم راشد منورنا، والكلام جميل واسلوبك المميز البسيط السلس اللي هيوصل المعلومه لكل الساده المشاهدين هو الهدف، تبسيط الاقتصاد للساده المشاهدين. وهي زي ما هي قالت كده وتفضلت في بدايه الحلقه، هو الاقتصاد هو عصب كل شيء دلوقتي، وهو سياسه بتدور في فلك الاقتصاد علشان زي ما احنا شايفين الصراع ما بين الصين وامريكا على التجاره الدوليه، وشايفين ان الهدف دايما على يعني السيطرة على منابع أو مراكز النفط في العالم والسيطرة على الطرق البحرية، فهو الصراع دايما مش سياسي بالمقام الأول إنما اقتصادي بالمقام الأول. أكيد أكيد. فإحنا حابين نبسط الاقتصاد وخصوصا الاقتصاد هنا في مصر للناس. هنستعين ببعض الصور وإحنا بنتكلم دلوقتي عشان نخلي المواطن يحس قد إيه حصل تطور في الاقتصاد خلال الأربع سنين اللي فاتت. التقدمة كان جميلة جدا عن دور البنك المركزي، وفي إشادة من الخبراء زي ما احنا شايفين في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي، وفي إشادة من بعض الأكاديميات والصحف الكبيرة اللي ليها خبراء في كل المجالات الاقتصادية، اتكلمت عن تحسن سعر الصرف منذ تعويمه من 2016، حصل استقرار وفي توقع بانخفاض الجنيه في 2020. حضرتك يا ريت تكلمنا عن سياسة نقدية للبنك المركزي في النصف الثاني من 2019 اللي ادت الى انخفاض التضخم. طبعا البنك المركزي في ادارته للسياسه النقديه طبعا هو بيبص مش بس بيبص للمتغيرات الداخليه، لا ده هو كمان عينه على المتغيرات الاقتصاديه الخارجيه. يعني من ضمن الحاجات اللي ساعدت البنك المركزي ان هو يخفض اسعار الفايده عده مرات هو قيام البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي ان هو يخفض سعر الفايده على الدولار في جلستين متتاليتين بحوالي 75%. وده طبعا كرقم يعتبر مش قليل بالنسبة لسعر الفايدة على الدولار، نتيجة طبعا لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على الدولار. أيضا في متغيرات داخلية البنك المركزي عينه عليها، إنها هو عايز ينشط الاستثمار سواء استثمار محلي أو استثمار أجنبي. فأنا دلوقتي لما بخفض سعر الفايدة خلاص بعد استقرار سوق الصرف وصلت لحجم احتياطيات دولية كويسة جدا، بدأت معدلات التضخم تتراجع بداية من يوليو 2019 وبشكل كبير جدا، وبالتالي الهدف اللي من أجله كنت رافع سعر الفايدة اللي هو ارتفاع معدلات التضخم أو عدم الاستقرار اللي كان موجود في سوق الصرف خلاص انتهى. فبالتالي في خفض تدريجي لمعدلات الفايدة. خفض التدريجي لمعدلات الفايدة ده معناه هيبقى في إقبال من قبل القطاع الخاص على الاستثمار، هذا الاستثمار هيولد فرص عمل وبالتالي هيساهم في خفض معدلات البطالة بشكل كبير جدا. طب لما يحصل زيادة في الاستثمار ويحصل زيادة في الانتاج ده هينعكس طبعا بشكل ايجابي على التصدير، وبالتالي هصدر اكتر واستورد اقل، وبالتالي لما اصدر اكتر واستورد اقل ده معناه ان يحصل عندي تحسن في موارد النقد الاجنبي اللي داخلالي، ولما يحصل تحسن في موارد النقد الاجنبي اللي داخلالي ده هتنعكس ايجابا على قيمه الجنيه المصري، وبالتالي نتوقع الفتره اللي جايه هيبقى في مزيد من التحسن في قيمه الجنيه المصري، وكل تحسن بيحصل في قيمه الجنيه هينعكس بشكل ايجابي على مستوى الاسعار هيحس بيه المواطن في الشارع. استكمالا لموضوع الاسعار، حضرتك كان ليك تقريبا يعني زي مبادرات او توجهات، وهي بتحصل في كل دول العالم لتحديد الاسعار، بس عشان المواطن بس ما يفتكرش ان احنا بنتكلم كلام اكاديمي بحت ومش حاسين بالمعاناه اللي هو بيحس يعني بيواجهها. وانا كان ليا راي ان احنا دايما في مصر الاسعار عندنا سهل جدا تعلى صعب جدا تنزل، يعني احنا لينا وضع غير بقيه دول العالم، الميكانيزم او الاليه في زياده الاسعار بتمشي عندنا 10 10، انما في هبوط الاسعار احنا وضع مختلف. احنا للاسف عندنا مشكله حقيقيه ان مجرد ما حصل تعويم للجنيه خلاص وحصل ارتفاع في الدولار قصاد الجنيه، طبعا كل التجار بسرعه رفعوا جميع الاسعار وضعفوا جميع الاسعار، ودي مشكله في كل الاحوال. يعني دايما لما بيحصل اي متغير او زياده في اي متغير او في التكلفه على طول تلاقي التجار بيرفعوا الاسعار حتى على المنتجات القديمه اللي تم تصنيعها من خلال التكلفه القديمه. طب حتى المفروض في الدول المتقدمه السلع اللي تم انتاجها بتكلفه اقل بتباع بالسعر القديم لحد ما يبدا يستخدم خامات جديده بسعر جديد يبدا يسعر بشكل جديد. طبعا دي مشكله بتقابلنا، وانا اتمنى ان احنا ننهي ونقضي على هذه المشكله تماما من خلال مبادره تقوم بيها وزاره
التموين انها تتقدم بتشريع لمجلس النواب ملزم لجميع المصانع والشركات ان هو يكتب سعر اي منتج على العبوة من الخارج، بحيث ان هذا السعر يشمل هامش ربح التاجر التجزئة الاخير، بحيث انا كمستهلك زي ما كده بروح الصيدلية اشتري دواء، فانا بشتري سعر الدواء بالسعر المدون على العبوة. انا عايز اعمل كده، خلاص علبة سمنة، علبة مربى، علبة جبنة، يبقى مكتوب عليها السعر بتاعها، بحيث انا دلوقتي كوزارة التموين بعد كده خلاص اقدر اراقب على الاسعار. يعني انا دلوقتي في ظل اقتصادية السوق الرقابة على الاسعار بتبقى من خلال السلع اللي الدولة محددة سعرها زي البنزين، السولار، السلع التموينية. لكن بقية السلع انا هراقبها ازاي؟ عشان اقدر اراقبها بشكل سليم يبقى عندي تشريع ملزم لكل المصانع والشركات يحطوا السعر، عشان في الاخر اراقب بالظبط ايه، هل بيتم البيع بالسعر المدون على العبوة ولا لا، وساعتها اقدر اتخذ اجراء بناء على التشريع اللي هصدره. ولازم يكون طبعا في اجراءات وعقوبات رادعه ضد المخالفين لقرارات التسعير اللي هيتم. معلش بس عشان انا غبيه شويه، يعني لا. علشان ما حدش يزود في السعر او حد يعني ينصب على حد من الاخر يعني. بالظبط، هي الفكره هنا دايما الناس يقول في مشكله، يعني هل احنا نعمل تسعير اجباري؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها تسعير اجباري. الدوله في ظل اقتصاد السوق ما ينفعش تتدخل في الاسواق بتسعيره جبريه، لان تسعيره جبريه معناها خلق سوق سوداء مباشره وهتهدد الاستثمار وهيبقى لها اثار وخيمه. في ظل اقتصاد السوق انا هسيب السوق يحدد السعر، انا ما مش هقول للمصنع ولا الشركه سعر بكام، لا انا بقول له سعر المنتج بتاعك شوف هو يساوي كام زي ما انت عايز، لكن عشان في الاخر تاجر التجزئه لما يجي يبيعه يبقى هو ملزم بهذا السعر، بحيث هذا السعر شامل هامش الربح بتاعه. لان انا ممكن اروح اشتري علبه جبنه مثلا معينه من محل وفي محل تاني جنبه بيبيعها بسعر مختلف تماما، يبقى نفس العلبه بتباع بسعرين. طب هو هل ده منطق؟ لا. طب انا هقدر اراقب ازاي؟ لازم يكون في سعر زي الدواء بالظبط مكتوب عليه، بحيث انا كمستهلك اروح اشتري المنتج ده بالسعر المدون على. اسمح لي يا دكتور محمد ان انا بتفق معاك قلبا وقالبا في المبادره، ويا ريت الاجهزه الرقابيه تكون بتفعل كل الادوات بتاعتها، ويا ريت كمان مجلس الشعب يسن يعني مشروع قانون اللي حضرتك قلته ان هو يكون في تسعير لكل ما هو داخل كان او داخل باك علبه او كيس، طالما متقفله وطالما خارجه من مصنع معتمد واخد تصريح عند وزاره التموين والتجاره الداخليه يبقى لازم يتحط عليه سعر محدد. اتمنى بس الشباب ينزلوا لنا صوره التضخم والتطور بتاعه في خلال 2019، ويا ريت حضرتك تشرفنا بالكلام عن العوامل اللي ادت الى استقرار سعر الصرف والاسعار عموما بالاضافه الى انخفاض التضخم. طبعا التضخم بدا يتراجع بشكل كبير جدا وبشكل واضح بدايه من يوليو اللي فات، وطبعا خالف التوقعات تماما، كثير من المحللين كانوا بيتوقعوا هيحصل ارتفاع في التضخم بعد رفع اسعار الطاقه، ولكن التضخم جت المؤشرات بتاعته ايجابيه جدا وبدا يحصل تراجع في معدلات التضخم، وده راجع لأسباب كتيرة جدا زي ما قلت، أهمها تحسن اللي حصل في قيمة الجنيه، المشروعات العملاقة الزراعية اللي بتقوم بيها القوات المسلحة وخاصة في إنتاج الخضر والفاكهة عملت استقرار كبير جدا داخل الأسواق، وبالعكس ده عندنا فائض كمان وبنصدره للخارج. كمان زيادة الإنتاج والمنافسة بين المنتجين وبعضهم أدت إلى بعض التراجعات في بعض الأسعار. كمان السلاسل الكبيرة وأسواق الجملة اللي بتقوم بيها وزارة التموين الفترة الأخيرة في جميع المحافظات دي هتلعب دور مهم جدا في مزيد من خفض الأسعار. يعني هذه السلاسل هتقلل حلقات تداول السلع، حلقات تداول السلع دي بتلعب دور مهم جدا في ارتفاع السعر، إن السلع هتنتقل من كذا إيد على ما توصل في الآخر للمستهلك النهائي. انا لو قللت حلقات التداول ديت، وده اللي بتحاول تعمله دلوقتي وزاره التموين، طبعا في ده هيقلل بشكل كبير جدا في الاسعار. وطبعا ده هذا الفكر بدا يجذب استثمارات اجنبيه، في كتير من المستثمرين الاجانب بداوا يدخلوا هذا المجال، وطبعا هم جايين بانظمه تكنولوجيه متطوره وانظمه معلومات حديثه، وبالتالي ده كله هينعكس بشكل ايجابي على الشفافيه وعلى استقرار مستوى الأسعار داخل السوق.
معانا صورة تانية عن البطالة في 2019، يا ريت حضرتك تكلمنا برضو عن دور البنك المركزي ودور الدولة في الحد من البطالة في آخر سنة. طبعا البنك المركزي عمل مبادرة في منتهى الأهمية ساهمت بشكل كبير جدا في تراجع معدلات البطالة، اللي هي تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا لما خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5%، طبعا فايدة 5% دي معدل منخفض جدا، وده طبعا الدولة بتعمل الكلام ده عشان تشجع الشباب انه يعمل مشاريع، وبالتالي يخلق فرص عمل لنفسه، وبالتالي اقلل معدلات البطالة، وده طبعا ساهم بشكل كبير جدا لتراجع معدلات البطالة في اخر سنتين من 13% الى 7.5%، وده تراجع كبير جدا ما شاهدناهوش قبل كده. ايضا سعر الفايدة اللي البنك المركزي بيدي بيه الشباب اللي هو 5%، ده البنك المركزي نفسه هو اللي بيتحمل هذا الفرق بين سعر الفايدة المدعوم وسعر الفايدة السوقي. يعني سعر الفايدة كان في السوق بيتراوح ما بين 15 و20%، فانا دلوقتي لما انا اجي ادي الشاب من دول قرض ب 5% بس، طب ما هو الفرق ده كله مين اللي تحمله؟ البنك المركزي. يعني في الاخر اللي تحملته خزانة الدولة، لان ده هيقلل من الارباح اللي هيحولها البنك المركزي لخزانة الدولة. يعني في بعض الاحيان الناس بتبص ان انا بقلل دعم الطاقة، بقلل دعم الكهرباء، يعني يبقى الدولة بتقلل الدعم اطلاقا. على فكرة لو جيت ابص كده هلاقي بيحصل اعادة تدوير للدعم واعادة تخصيص للدعم من قطاعات معينة الى قطاعات اخرى اكثر اهمية واكثر احتياجا. واكثر احتياجا، يعني لما ادعم الشباب ان انا اديهم قروض ب 5%، طب ما هو يعمل مشاريع، هيخلق فرص عمل. لما زود معاشات تكافل وكرامة وصلت حاليا لحوالي 20 مليار جنيه، طب ما هو بالشكل ده بزود الدعم ولكن من شكل عيني الى شكل نقدي عشان اقدر احقق الفئات الاكثر استحقاقا لهذا الدعم، بدل دعم الطاقة كل الناس كانت بتستفيد منه سواء اغنياء او غيره. كلام مميز جدا، وكلام يعني اتمنى انه يوصل للناس ان الدعم مش بيتشال علشان ما يوصلش لمستحقيه، لا بيوصل لمستحقيه بشكل تاني، في خدمات صحه، في خدمات تعليم، بيوصل للشباب في مشاريع. واسمح لي اتكلم مش بس بمبادرات التمويل بفايده 5% اللي تبع البنك المركزي، لا في مشاريع تبع جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره، وفي مشروعات بكره اللي هي بتتكلم عن شارع 306، لا في جهود كتيرة جدا وفي دعم للشباب كتير جدا، وده اللي ساعد في ان هو معدل البطالة ينخفض. كمان مشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة قامت بيها بيشتغل فيها عدد كبير من الشباب، تأسيس عدد كبير من المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية وزي العالمين وغيره، دي كلها مشروعات كبيرة ومدن كبيرة استوعبت عدد كبير من الأيدي العاملة وخاصة اللي جم من الخارج. طبعا ده كان هيزود البطالة، ولكن التوسع في مثل هذه المشروعات طبعا استوعب عدد كبير من هؤلاء وخفض معدل البطالة بشكل كبير جدا في وقت احنا قلنا ان القطاع الخاص نفسه قلل استثماراته، وبالتالي كان الحل العبقري ان انا دلوقتي اتوسع في مشروعات قومية طرق ومدن جديدة بحيث انها تفتح مجال وفرص عمل كبيرة فتساهم في معدل البطالة. صورة لمعدل النمو في الاربع سنين اللي فاتت، معدل النمو في الاربع سنين اللي فاتت، اتمنى عرض الصورة. وحضرتك تكلمنا دايما النمو، يعني احنا بعض الاقتصاديين او كل الاقتصاديين بيقولوا النمو دايما التحسن بتاعه بيحس بيه الاغنياء قبل الفقراء، والاصلاح الاقتصادي دايما بيحس بيه الفقراء قبل الاغنياء. فاحنا عايزين بس الناس دايما بتقول معدل النمو اهو، احنا وصلنا ل 5.6 ان شاء الله، ده المستهدف في 2019 وده كان المتحقق لغايه اغسطس 2019، فهو غالبا ان شاء الله هيبقى في 2019 5.6 بنحقق معدل النمو. لكن للاسف الناس دايما بتقيم الاقتصاد من خلال منظومه واحده او وجهه نظر واحده اللي هي الاسعار. طبعا طبعا احنا لما بنيجي نتكلم عن معدل النمو عشان يتحقق معدل النمو اللي احنا وصلنا له مؤخرا 5.6% لازم يكون في استثمار، سواء استثمار محلي او استثمار اجنبي، عشان كل ما اعظم معدل النمو لازم اعظم حجم الاستثمارات، وعشان طبعا بينعكس في النهايه على خلق فرص عمل وتخفض معدلات البطاله. احنا لما حققنا 5.6% معدل النمو، صحيفة الإيكونومست صنفت الاقتصاد المصري أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بعد الصين والهند، ودي طبعا حاجة كويسة جدا. طبعا متوقعين استمرار النمو بالضبط، احنا مستهدفين العام المالي 2019-2020 الوصول بمعدل النمو الاقتصادي ل 6%،
وده طبعا هيبقى معدل عالي جدا، طبعا هيساعد بشكل كبير في خفض معدل البطاله. دايما انا بستهدف ان انا اعمل معدل اقتصادي لهدفين اساسيين، اولهم خفض معدل البطاله، الثاني زياده متوسط دخل الفرد وتحقيق الاستقرار في مستوى الاسعار. يعني هو ممكن الاسعار تزيد، ولكن انا لو زودت دخول الناس بشكل اكبر من الزياده اللي حصلت في الاسعار، الناس هتبدا تحس ساعتها بالمردود بتاع الاصلاح الاقتصادي. يعني الفكره كلها، وبالتالي ان انا استمريت على معدل النمو ده، مع الوقت هيبدا متوسط دخل الفرد يزيد، وبالتالي مع تراجع معدلات التضخم فهيبقى هنا متوسط دخل الفرد او الزياده الحقيقيه اللي هتحصل في دخول الناس اعلى من الزياده اللي هتحصل في الاسعار. اذا استمر معدل النمو على هذا النحو بهذا الارتفاع، واذا استمر معدل التضخم على هذا النحو بهذا الانخفاض، في خلال سنتين على الاكثر هتبدا الناس تحس ان القوه الشرائيه بتاعتها زادت، وخاصه ان كل هذه الاصلاحات الاقتصاديه لما تنعكس ايجابا على زياده الصادرات وخفض الواردات، ده هتحسن قيمه الجنيه، واحنا قلنا تحسن قيمه الجنيه هتنعكس ايجابا على استقرار معدل. وهو ده اللي قالته بلومبرج، ان هي قالت ان شاء الله 2020 هتشهد تراجع للدولار امام الجنيه المصري. فكلام حضرتك انا اتمنى بس يعني ان احنا بنكون بنبسط الاقتصاد لاقصى درجه عشان جميع الناس يفهمونا، وهو ده الهدف، واسلوب حضرتك ما شاء الله مساعدني. هو ان شاء الله احنا هنتعدى، يعني هنكسر ال 16 وهنوصل لل 15 باذن الله. باذن الله. ان شاء الله معانا صوره اخيره عن برنامج او مبادره دعم الصناعه والتمويل العقاري للاسر المتوسطه، للطبقه المتوسطه. يا ريت تسيبوها لنا بس شويه على الشاشه، مبادره الصناعه. انا حابب، انا هسيب حضرتك 5 دقائق كاملين، هسال حضرتك سؤال من شقين كده، هو كانه سؤال واحد عن المبادره. حضرتك شايف المبادره ازاي في دعم الصناعه والمشروعات المتعثره؟ ومعانا الصوره اهي، وبتكلم عن 3 حزم، 100 مليار جنيه لدعم الصناعات بالذات البديله للواردات، واسقاط فوائد على الصناعات المتعثره، و50 مليار جنيه لدعم الطبقه المتوسطه في التمويل العقاري، علشان بنقدم كل فتره حزم مساعدات تقلل الضغط على الطبقات الاكثر احتياجا من اعباء الاصلاح الاقتصادي. طبعا المبادره بتاعه البنك المركزي دي مبادره ذكيه جدا. طبعا المبادره الاولى اللي هي بتاع دعم المشروعات الصغيره المتوسطه ال 200 مليار جنيه قربت على الانتهاء، فوجدنا ان البنك المركزي طرح هذه المبادره مؤخرا، وده طبعا هذه المبادره هتنعكس ايجابا على انطلاق الصناعه المصريه. انا دلوقتي في رؤيه مصر 2030 انا ليا مستهدفات معينه عايز احققها. من ضمن هذه المستهدفات الوصول بحجم الصادرات المصريه الى 50 مليار دولار. طيب انا دلوقتي عشان ازود الصادرات مهم جدا ان انا ازود الاستثمار وازود الانتاج، وعشان ازود الاستثمار وازود الانتاج لازم اعمل معدل نمو كويس في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي ده هو القلب النابض للاقتصاد، وهو اكتر قطاع قادر على خلق قيمه مضافه وقادر على خلق فرص عمل. يعني حجم الاستثمارات في قطاع الصناعه بالذات، لو انا استثمرت مبلغ معين في القطاع الصناعي عنده القدره ان هو يخلق فرص عمل اكبر من لو انا رحت استثمرت هذا المبلغ بنفس القيمه في استخراج البترول او في الزراعه او في السياحه او في القطاع الصناعي بالذات بيخلق فرص عمل بشكل كبير جدا. ده من ناحيه. وبالتالي لما انا اخصص مبادره زي ما اهتمينا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه قبل كده، المبادره الجديده بتهتم بالمشروعات المتوسطه والكبيره اللي حجم مبيعاتها بتتراوح ما بين 50 مليون جنيه الى مليار جنيه. اذا المبادره محدده من خلال حجم المبيعات. طيب دلوقتي لما ادعم الصناعه واديها بسعر فايده 10% مع تحمل وزاره الماليه والبنك المركزي لسعر الفايده المدعوم ده اللي هو 10% متناقصه، وسعر الفايده السوقي اللي هو دلوقتي في حوالي من 13 ل 15% في البنوك نفسها. طيب يبقى انا دلوقتي بقول للمصنعين انا دلوقتي بدعمكم بسعر الفايده عشان اشجعهم على الانتاج، وقلنا والله احنا هندي الاولويه للصناعات اللي هتنتج سلع بديله للايه؟ للواردات او اللي هتزود الصادرات. يبقى انا دلوقتي عيني ان انا ازود الصادرات، هدفي ان انا اوصل للهدف اللي انا محققه في رؤيه مصر 2030 في تعظيم الصادرات، وفي نفس الوقت اقلل الواردات، وده هينعكس على تحسن قيمه الجنيه. ولذلك انا من شويه انا اكدت على ان الدولار هيكسر الجنيه، هيكسر حاجه 16 وال 15. ليه؟ لان في خطه شغالين عليها بشكل مهم جدا
عارفين احنا رايحين لفين، عارفين احنا بنستهدف ايه، وبنتخذ الاليات المناسبه اللي هتوصلنا لكده. كمان الغاء الديون اللي على المصانع المتعثره بقيمه 1 مليار جنيه، هذه المصانع بتقدر بحوالي 5184 مصنع. ده هيساهم بشكل كبير جدا ان المصانع ديت هيعاد احيائها من جديد، هتبدا تضخ انتاج من جديد، لو كانت في عماله سرحتها هترجع تاني تشتغل في السوق، هيزيد العرض، هيزيد الانتاج، ولما يزيد العرض والانتاج ده هيبقى في صالح المستهلك لانه هيبقى فيه منافسه فالاسعار هتنزل. ايضا في هذا الجزء الدوله بتستهدف نمو القطاع الصناعي، ما هو انا بدعم المصانع المتعثره وبدي المصانع او الشركات المتوسطه والكبيره بسعر فايده مدعوم، لان انا بستهدف ان انا يحصل نمو عندي في القطاع الصناعي في عام 2021 بنسبه 8% وعام 2021 و22 بمعدل 10.7%. يبقى انا دلوقتي ماشي بخطه معينه وبتخذ هذه الاليات المناسبه عشان توصلني للهدف بتاعي. الجزء الاخير من المبادره هو الخاص بدعم الاسكان المتوسط، وده طبعا لفته مهمه جدا من الدوله للاهتمام بالطبقه المتوسطه، ان انا اخصص 50 مليار جنيه لدعم اسكان الطبقه المتوسطه، لان الطبقه دي طبعا تاثرت بشكل كبير جدا زي بقيه الشعب المصري وتحملت بجساره اجراءات الاصلاح الاقتصادي. فده نوع من دعم هذه الطبقه، نوع من تعويض هذه الطبقه عن الاجراءات اللي تم اتخاذها، وده طبعا لفته طيبه جدا من الدوله في الفتره الاخيره. فاقل من دقيقه كده حضرتك شايف ان شاء الله احنا ماشيين في اتجاه صحيح؟ هو طبعا احنا عايزين نبشر الساده المشاهدين ان الاقتصاد المصري بيتعافى بشكل كبير جدا، كل المؤشرات الدوليه بتقول ان احنا ماشيين بشكل كويس، المؤشرات الاقتصاديه كلها بتقول معدل التضخم بينزل، معدل البطاله بينزل، الاحتياطات الدوليه بتاعتنا بتزيد، نسبه الدين للناتج المحلي بتقل. طبعا ممكن يكون لسه بعض الكثير من المواطنين ما حسوش ببداية على الارض او على الواقع، لكن مع الوقت زي ما قلت مع زياده الانتاج، مع زياده الصادرات، مع زياده متوسط دخل الفرد والسيطره على التضخم، هيبدا تحس المواطن باثر اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي تم اتخاذها في الفتره الاخيره. وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله، يكون في لقاء في 2020 ويكون التحسن بقى ملموس عند المواطن باذن الله، ويكون مبادره حضرتك لقت صدى عند الساده المسؤولين ان شاء الله. هسالك في كل اللي اتقال في الحلقه. انا خايفه من كده. يا رب تكون الرساله وصلت، وان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه وبسمه امل، وان شاء الله باذن الله المستقبل القريب قبل البعيد هيكون في تحسن في الاقتصاد ملموس عند جميع المواطنين. وان شاء الله السبت الجاي حلقه جديده ولمه الاسبوع.